المشاهدين أهلا بيكم في فقرة جديدة من قرآنيات. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا وخطير جدا جدا. عرفنا أن القرآن اتحرق، حرقوا الأوائل اللي كانوا أتباع محمد أيام عثمان وغيره. عرفنا أن القرآن ضاع، أكلته الداجن. الحاجة الأكتر بقى والمصيبة الكبرى إن إحنا نعرف إن محمد كان بينسى آيات القرآن اللي بتجيله. أنا اش ضمني دلوقتي واش ضمنك أنت إن في آيات تانية جت وهو نسيها وما جتش على في المصحف اللي بين إيدينا. خلينا نرحب بالأخ مالك ونقول لك أهلا بك أخ مالك. إيه رأيك في الموضوع ده أخ مالك؟ في الحقيقة القرآن يعترف بنفسه على أن محمد كان يتعرض للنسيان. تقول الآية في سورة الأنعام رقم 68: وأما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الآية بتقول على الشكل التالي: أن محمد طلب، أن الله طلب من محمد أن لا يجالس المشركين، ولكن يبدو أن محمد كان ينسى أحيانا الجلوس هذا الأمر فيجلس مع المشركين. فجاءت الآية تقول له: إن نسيت هذا الأمر الإلهي ولم وجلست مع المشركين فإذا لا تجلس، انسحب. يعني ببساطة كده الله يديله أمر هو ينساه ويرجع يعمله تاني، يرجع يأكد له هذا الأمر. فنحن عندنا في هالأمر مسألتين خطيرتين. الأولى أن محمد كان ينسى أمرا إلهيا، ينسى أوامر الله المباشرة له، يعني أسوأ من نسيان آيات. الأمر الثاني أن هذا النسيان باعتراف الآية سببه أرواح شريرة. الآية ماذا تقول؟ أخطر عبارة في هذه الآية: وأما ينسينك الشيطان. يعني إذا أنا أوحيت لك أن الله إجا الشيطان نساك، يعني هو الله يوحي له فيجي الشيطان يروح له. يعني الأمر الشيطان يكون أقوى من الله؟ نعم، باعتراف القرآن: وأما ينسينك الشيطان. تخيلي، يعني الله يعطي أمر لمحمد، يأتي الشيطان ويطيع في هذا الأمر وينسي محمد هذا الأمر، ثم يذهب ويجلس مع المشركين. يعني مثلا الدنيا عقلكم، الله يدي أمر اللي لو نزل القرآن على جبل لا تفرتك الجبل من نزول القرآن عليه، يجي محمد ياخد الكلام ده يجي الشيطان هو اللي ينسهوله. في منتهى الخطورة الأمر ده. فضل يا أخي مالك. لسه في الأخطر في الموضوع أني بالإضافة لأن محمد كان ينسى، في عنا أقرار بلسانه أنه كان ينسى آيات، في عنا خبر. هذا الخبر ماذا يقول؟ في تفسير القرطبي المجلد رقم 8 بيقول التفسير: لقد إن ذات مرة كان محمد موجود في أحد الأمكنة، سمع شخص يتلو القرآن فتذكر أن هذه أي فعلا أو حالي بها الله، أنا كنت نسيانة. بتقول الآية شكر، يعني الشاهد: لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها. إذن محمد سمع من شخص آيات قرآنية فبيعترف بيقول بلسانه: أذكرني آية كذا وكذا. إذن في أكثر من آية نسيها محمد، لما سمع الناس تتلوها تذكر أنه هو من ألقاها إلى الناس. يعني الأحاديث بتقول كده والقرآن بيقول كده كمان. نعم، يعني يؤكدوا أنه هو بينسى. والخطورة أني ممكن البعض يقول أنه هو طبيعي أن الشخص ينسى، أني بشر، أني هذا نبي بشري. ولكن أن ينسى آيات أوحاها بها الله ثم يتذكرها عندما يسمع آخرين، ثم أن ينسى أوامر الله، يعني عندما يطلب منه الله أن لا يشرب الخمر ثم ينسى ويشرب الخمر. ويقول هذا النسيان سببه الشيطان. لاحظ الخطورة، أنه ينسى أمر الله. أيوة، ينسى آيات الله. الخطورة كمان يا أخي مالك، أنا شعرفني أن في الآيات دي كلها في ناسة حاجات كتير، صح؟ نعم. الحاجة التانية، إزاي الشيطان هو اللي يكون أقوى من الله؟ هاي الخطورة في الموضوع. يعني أيوة، أن ينسى بشكل بشري لعل بشرية مفهومة، أما أن ينسى لعل أرواح شريرة، هذه الخطورة. الخطورة الثانية أني لقد أذكرني آيات كذا وكذا. يا ترى ما هي الآيات التي لم يذكرها به أحد وضاعت من القرآن؟ ونخلص على النقطة دي وأقول للإخوة المشاهدين: ما هي الآيات التي نساها محمد ولم يذكرها أي حد؟ ده اللي كتب في الكتب، الباقي فين؟ وهل الشيطان أقوى من الله ينسي محمد الآيات اللي قال عليها الله؟
أشكركم جزيلا، أشكرك أخي مالك، نشوفكم في الفقرة القادمة. شكرا أخي مالك.